السلام على رسول الله. نحن الآن بثانوية أحمد الغازي بحي 608 مع السيد مدير ملوكي أحمد هشام، وفي نشاط يخص نادي في هذه الثانوية. تفضل سيدي. والله وش اقول لك سي رشيد، هو هذا نادي تجويد القرآن الكريم، يعني في الحقيقة نادي قديم في الثانوية، وهذه سنة حميدة، لأن في العام الماضي كذلك أقيم معرض في هذا الحدث. وش نقول لك؟ الآن رانا اليوم كما اليوم عندنا نهائي لاختيار فارس أو فارسة للقرآن الكريم، تجويد القرآن الكريم. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله تعالى احنا في مسابقة أحسن قارئ القرآن الكريم الطبعة الرابعة. كان سبق هذه المسابقة، هذا عبارة عن حفل نهائي يضم مجموعة من المشاركين، 4 ذكور و4 إناث. وكان سبق هذه المسابقة تصفيات شاركت فيها كل ثانويات دائرة تمثيلة، 12 ثانوية، كل ثانوية أعطتنا تلميذ وتلميذة يمثلوا من خلالها الثانوية، ثم عملنا لهم دورة تدريبية أو تكوينية، أساتذة متخصصين في أحكام التجويد في القراءات والأحكام وغير ذلك. تقدر تذكر لنا بعض أسماء؟ مثل القارئ المقرئ رمزي بوعلاق، والمقرئ سفيان بوعويره، ثم بعد ذلك هذه الدوره التكوينيه، ثم بعد ذلك اقمنا تصفيات اسفرت عن 4 متاهلين، 4 ذكور و4 اناث متنوعين بين من ثانويه دائره ثم من 24 متنافس من 24 متنافس تقريبا. الله يبارك. اسفرت الان على 8 مشاركين كامل، 4 ذكور و4 اناث. وكذا كانت لقيتوا مساعده غير من الثانويه هنا ولا كيفاش درتوا؟ لا الحمد لله، مديريه التربيه كانت قد وعدتنا في الحفل الولائي راح يكون الاسبوع القادم ان شاء الله 16 أبريل، أن وعدنا بثلاث جوائز المراتب الأولى ثلاثة يعني على عاتقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد القرآن على جبل لرأيته
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. تجويد القرآن الكريم بهذه الثانوية المباركة أن تستضيف أو أن تنشط الحفل النهائي لمسابقة أحسن قارئ للقرآن الكريم في طبعتها الرابعة تحت شعار بالعلم والقرآن نرتقي. إذا أهلا وسهلا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعد إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في طاعة الله. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشباب إن شاء الله كامل نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كل بمقامه وكل باسمه، أهلا وسهلا بكم في ثانوية المجاهد أحمد الغازي. أول كلمة في هذا الحفل المبارك، هو حفل بإذن الله تعالى هو نهائي وهو حفل تحتضنه ثانوية أحمد الغازي بترشيح مهمة لتجويد القرآن الكريم، أول كلمة لمدير هذه الثانوية السيد هشام ملوكي، قل أهلا وسهلا بك في ثانويتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولادي تلاميذ الأعزاء، بناتي تلميذات العزيزات، ضيوف الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. كما أقول دائما، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. شعارنا بالعلم والقرآن نرتقي. تحت هذا الشعار يسر نادي تجويد القرآن لثانوية أحمد الغازي المجاهد أحمد الغازي، وتحت إشراف أستاذي القيم الأستاذ سعد عمرون، ومع كذلك إشراف الطاقم الإداري والتربوي للثانوية. نلتقي اليوم في نهائي تجويد القرآن، نتمنى للفائز، هم في الحقيقة الكل فائزين، لكن نقول للفائز الفوز والتألق ومزيدا كذلك من التألق، ونتمنى كذلك للآخرين طبعا جهود كثيفة ولا سيما في هذا الميدان اللي هو ترتيل القرآن الكريم. لا يسعني إلا أن أشكركم، أشكر ضيوف الكرام على تلبية الدعوة، أشكر الأساتذة الكل، أعضاء اللجنة، كل من حضر، كذلك المنظمين والمنظمات والطاقم التربوي والإداري وجميع الأساتذة، زملائي أرحب بكم مرة ثانية وأعود الكلمة إلى الشيخ سعد عمرون، فليتفضل. مشكور. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم وحلق الذكر. إن شاء الله ستكون هذه الجلسة إن شاء الله جلسة طيبة مباركة. قلت نرحب في هذه الكلمة في البداية بتلامي ثانوية المجاهد أحمد الغازي، ثم بعد ذلك بضيوفنا من خارج الثانوية من أولياء وتلاميذ، قلهم أهلا وسهلا بكم. ننسى أيضا أن نرحب بأولياء التلاميذ، قلهم أهلا وسهلا بكم، يعني بين ظهرانين إن شاء الله نكونوا قدها إن شاء الله ونقوم بكم بإذن الله تعالى. لنسأل نرحب أيضا بالمتشاركين أو المتسابقين في النهائي، كل بثانويته: ثانوية جابر بن حيان، أحمد المطري، صلاح الدين الأيوبي، عبد الله بن مسعود، وثانوية عثمان بن عفان رضي الله عنه. إحنا في البداية أطلقنا هذا المشروع، أطلقنا هذه المسابقة هذا العام بمشاركة ثانويات دائرة سيناء. كل ثانوية أعطتنا تلميذ وتلميذة، بعد ذلك بعد هذه الثانويات جمعناهم في يوم تكميني في دورة تكمينية هنا بهذه الثانوية،
وبعد اليوم التكويني قام من خلاله أساتذة مختصين في أحكام التجويد وفي القراءات وغيرها بتقطير هذا اليوم التكويني. بعد اليوم التكويني أقمنا تصفيات أولية كانت يوم السبت بمشاركة في حوالي كل الثانويات دائرة الأمثلة لتسفر هذه التصفيات على مجموعة من التلاميذ النجباء ما شاء الله يعني كل يعني قد رتلوا ترتيلا يعني رتلوا القرآن الكريم يعني أحسن ترتيل هم أمامكم قلوا أهلا وسهلا بكم هذا بإذن الله تعالى هم الذين سيتنافسون فيما بينهم يعني الذكور والإناث وغير ذلك. ربما لا ننسى أيضا أن نرحب بلجنة التحرير شيخ مهدي أستاذ مادة الترتيل بقسم العلوم الإسلامية جامعة مسيلة الشيخ المقرئ معلم القرآن الكريم المجاز الشيخ رمزي علاق الشيخ المقرئ سفيان بوعميرة المجاز برواية ورش عن طريق الأزرق ثم الشيخ طيبة أو الشيخ طيب كرميش بإذن الله تعالى كل الأمراء لك جنب العمراء جنب العمراء إن شاء الله وراها بعزنا بعدنا إن شاء الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي لا يحمد على مكر سواه والحمد لله على كل حال اقتضت حكمة عز وجل أن من جد وجد وأن من صرع حصل وأن ما كان لله دام وانتصر وما كان لغير الله انقطع وانفصل وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرى علمنا القرآن الكريم أن القرآن يهدي للتي هي أقوى قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن قال أن الرقي في الجنة هو بالقرآن الكريم قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وعلمتنا الحياة أن كل ما رأى الدنيا لا يستطيع أن يطفئ الضوء شمعة واحدة فما بالكم إذا كان ثمانية شموع تضيء درب هذه الثانوية وتضيء درب ولاية مسيلة والجزائر عامة إن شاء الله تعالى الأستاذ سعد وأنا كشخصيا كنت أول من مع المجموعة مجموعة لجنة التحكيم أول من يعني قيم المسابقة الأولى الطبعة الأولى وشكرنا الله عز وجل ودعوناه سبحانه وتعالى أن يمن على هذا النادي وعلى هذه الثانوية بمزيد من المسابقات والطبعات الأخرى والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم فلما شكرناه زادنا طبعة ثانية وثالثة ونحن الآن في الرابعة الحمد لله على كل حال أسأل الله تعالى أن يوفق الطلبة الكرام وك يعني ناطق باسمي لجنة التحكيم أشكر مدير ثانوية هشام لوكي على حسن الاستقبال وعلى تقديري للنادي ولهذه المسابقة العظيمة بعظم كلام الله عز وجل. إذن الرقي بالعلم رقي بالعلم في الدنيا يكون بحصول الشهادة على الشهادة لكن الرقي في الآخرة يكون بالقرآن الكريم فطلبتنا الأعزاء جمعوا بين القرآن والعلم بالعلم والقرآن نرتقي ولكي نرتقي يجب أن نلتقي فنحن نلتقي هنا بثانوية أحمد الغازي بمسابقة أحسن قارئ القرآن الكريم في الطبعة الرابعة أسأل الله تعالى أن يوفقنا نحن كلجنة وأن يوفق أبنائنا التلاميذ وأن يوفق أو أن يأجر الله تعالى جميع الحضور على سماع كلام الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم الآن نادي تجويد القرآن الكريم هذا العام هذا الموسم قمنا بمجموعة من النشاطات أو مجموعة من الحصص يعني هو فيديو قصير جدا يعني حتى نتعرف من خلال يعني على نادي تجويد القرآن الكريم. إن الذين يتلون كتاب الله يرجون تجارة لن تبور
في الصالحات وللمكارم والتقى نور على ظهر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن ينتهي تهدي في الصالحات وللمكارم والتقى هذا كتابي وحموحك فلا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيحا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله داه في جمع الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صغرت الآيه فلكل أنصة للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام، السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم جميعا إن شاء الله وطاب ممشاكم وطابت خطواتكم وتبوأتم جميعا إن شاء الله من الجنة القصور والمقاعد. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الأمسية الطيبة المباركة أن يجمعنا في جناته جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بداية، نحن كلجنة التحكيم نتشرف بحضورنا هذه المحطة الطيبة المباركة ونحن في خدمة كتاب الله عز وجل، ونتشرف لكي نساهم إن شاء الله عز وجل في إنجاح هذه الطبعة الرابعة للتنافس حول كتاب الله عز وجل، والتي تنظمها هذه الثانوية الطيبة المباركة ونادي تجويد القرآن الكريم. ونشكر مدير هذه الثانوية على هذه المبادرة الطيبة المباركة، كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المحترم أستاذ سعد عبدالله أستاذ مهد الكويشي على ما يقدمونه خدمة لكتاب الله عز وجل. وهنا نحن في المسابقة في الطبعة الرابعة، والحمد لله كل يعني عام تكبر شيئا فشيئا ويكبر عدد الثانويات المنتمين والمشاركين لهذه المسابقة، بل أن بعض الثانويات يعني بدأت تؤسس مثل هذا العمل، وهذا يعني عمل طيب ومبارك. نسأل الله عز وجل أن يجعل يعني لكم ولنا معكم إن شاء الله عز وجل أجر تأسيس هذه المشاريع الطيبة المباركة، أن يجعلها في ميزان حسناتنا. مباشرة نذهب إلى طريقة تقييم هذه المسابقة، يعني بعد إجراء التصفر والتصفيات لكل المتسابقين، ووصل عدد المشاركين في هذه المسابقة أكثر من 10 ثانويات، كل ثانوية فرضين، يعني صعد معنا إلى المسابقة النهائية ثمانية متسابقين. التقييم يكون كالتالي: عندنا محور الأداء المسؤول عليه الأستاذ رمزي في الصوتيات والمقامات، الأداء الصوتي، ميزان التلاوة وغير ذلك. ثم محور يعني أحكام التجويد، قسمناها إلى ثلاثة مواضيع: موضوع الوقف والابتداء، وموضوع المخارج والصفات، وموضوع الأحكام العامة. يقيم هذه المحاور الثلاثة من الأستاذ طيب كرميش والأستاذ سفيان برويرة والأستاذ مهدي حويش. هذه ثلاث مواضيع على 15 نقطة، عندنا الأداء 5 نقاط، المجموع 20 نقطة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شفنا التصفيات، شفنا يعني مستوى ما شاء الله متميز، أكيد التصفية النهائية راح يكون تنافس أكثر وأكثر، وإحنا كلجنة راح نحرج باختيار الأول، فإن شاء الله عز وجل
وفقكمتم للأداء الطيب ووفقنا احنا ان شاء الله كلجنة الاختيار الأمثل بإذنه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن كنا طلبة بالجامعة وتخرجنا وتعرفنا على بعضنا وكل واحد كان عنده منافسة في الجامعة وهي منافسة في مسلسل الجامعة للطبعة الأولى التي صارت منذ ثلاث أعوام من ثلاث تلاقينا ومن ثلاث خمس القريات يعني. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم عنا بالمختار. بسم الله نبدأ كلامي ونصلي ونسلم عنا بالمختار. ونرحب بأحبابنا وأحبابنا الحضار النبي العدناني على النبي العدناني. بسم الله بديت قولي بسم الله بديت قولي على النبي العدناني على النبي العدناني. ونرحب احبابنا وحبابنا الحضار ونرحب احبابنا وحبابنا الحضار ونرحب احبابنا وحبابنا الحضار ونرحب احبابنا وحبابنا الحضار. جلستنا هذه العشية مدايح وذكار جلستنا هذه العشية مدايح وذكار نذكر سيرة نبينا مصطفى المختار ونرحب بأحبابنا وحبابنا الحضار ونرحب بأحبابنا وحبابنا الحضار ونرحب بأحبابنا وحبابنا الحضار.